مخزوني الخاص من المخلل البولندي المقرمش جدا. رائع. تم قبول مسح راحة اليد. أهلا بعودتك سيد فيلد. استمتع بتجربتك مع المخلل. حصتي الصغيرة لذيذة جدا. أنتم الوحيدون الذين تفهمونني. لن أختبئ في إبطك. كن ممتنا أنني أساعدك. إنها جيدة جدا. تم تحديد الهدف. شيء من رائحة الخيار. القليل من الخل. كأنني لاحظت القليل من ملح البحر. مخلل لذيذ. انتظرت طويلا لأضع كفي على واحدة منها. أيا يكن. أبي انتظر. أهلا جوي، كيف حالك؟ يجب أن أصل. كنت أريد أن أوقفك، أقصد أن أتوقف وأقول مرحبا. حسنا إذن، مرحبا يا عزيزي. انتظر. أتريد أن تقول شيئا آخر؟ أجل، في الحقيقة أردت أن أريك رقصتي. ماذا قلت؟ حركات أقدامك جميلة بالفعل. إلى أن نلتقي مجددا يا مخللتي العزيزة. تحذير، تعرضت محتويات الإناء للتلوث. تم ختم الإناء بشكل دائم. تم القفل. تم احتواء التلوث. يبدو أننا علقنا سوية. ما الذي أخرك؟ أبي أراد التحدث معي بخصوص أخذ دروس في الرقص. أتستحق هذه المخللة؟ أخرجني من هنا فحسب، فأنا مبتل وأشعر بالبرد. وكانت هذه الأيام الطويلة أثناء وجودي في الإناء. ليس الآن أيها المخلل، أتكلم مع جوي، سينقذنا من هنا. بالكاد قضيت دقيقتين داخل الإناء. أرجوك أخرجني من هنا. قد خذلتك ذراعاك الأسطوانية. على الأقل لم أحتجز في إناء مخلل ساذج. سأجرب وضعه تحت الماء الساخن. كفى تباطؤ. أتعلم؟ ربما سأعتاد العيش في هذا الإناء. وعلى عدم الانطلاق معي؟ لن يحصل. أنا لم أوافق على هذا. يستحيل تدمير هذا الإناء. انظر، زجاج الدكتور موميسيس ضد الكسر، ربما يساعدنا. ما الفائدة؟ اهدأ، لقد مررنا بما هو أسوأ. دعني وشأني، أستطيع الاهتمام بنفسي. حسنا، ساعدني. هذه الدمية المتسخة لوثت المخلل، لهذا تم تشغيل القفل الدائم الذي اخترعته. حسنا، ولكن كيف سنفتح الغطاء؟ نفتحه؟ سيبقى الغطاء مغلقا للأبد. فقط قوة مشابهة لقوة أتوميك قد تنجح. ربما. عظيم، لم نستفد منك بشيء. علينا إيجاد أحد بذات قوة الأتوميك. حظا سعيدا. لحظة، ذات مرة قمت بمواجهة أحد الأشرار، البروفيسور تايب كريب. كنا متساويان إلى أن تفوقت عليه بقدراتي القتالية، وانتهى به الأمر مسعوقا بالكهرباء. إذن علينا أن نأتي بهذا البروفيسور ليفتح الإناء بكل بساطة. بكل بساطة؟ إنه من أخطر الأشرار الذين قبض عليهم ووضعوا في السجن تحت الحراسة القصوى. أتظن أنه بإمكاننا أن ندخل المكان بسهولة تامة وكأننا مفتشين؟ مفتش الأشرار، أتيت للتفتيش بشأني الأشرار. هذا غريب، ظننتك ستأتي بعد أسبوع. على أي حال تفضل. سيكون العبور صعبا. سهل جدا. بسهولة أكثر من اللازم. ذكرني بكتابة رسالة حادة لمدير هذا المكان. Thank you.
حسنا، سأكتب رسالتين حادتين للمدير. من أنتما؟ ولماذا أتيتما لرؤيتي لبروفيسور تاتشكريب؟ حسنا، لقد راهنت صديقي بأن لا أحد يستطيع فتح هذا الغطاء، ولكنه قال أراهنك أن البروفيسور تاتشكريب يستطيع فتحه، فهل تستطيع؟ لا يوجد إناء لا أستطيع فتحه لأنني لبروفيسور تاتشكريب. بروفيسور في أي اختصاص؟ في فتح الأشياء طبعا، الأواني وخزنات البنوك وزنزانات السجون، الرؤوس. أنا أمازحكما، أصبحت رجلا صالحا الآن وسأستخدم ذراعي في الخير فقط. ليتني أستطيع ذلك. أرأيت؟ أصبح رجلا صالحا، يجب أن نفتح له القفل. لست متأكدا. إما أن نفتحه أو ستقضي بقية حياتك في الإناء. حسنا، ولكن أخبره بأن لا يفعل شيئا شريرا وإلا. أنظر، سأقوم بفتح القفل لكن بشرط أن لا تفعل شيئا شريرا، أتعدني؟ أعد، ولكن بشرط واحد، أن تحبسوني عندما يصبح الإناء مفتوحا. اتفقنا. شكرا يا بروفيسور، أنت أفضل شريرا على الإطلاق، ولكن لدينا اتفاق، لنعد يديك هاتين إلى. سأفعل، ولكن بعد أن أزور صديقا قديما. واو، انظر كيف هرب. لكن الجانب المشرق أننا حررناك. حان وقت أتوميك. أري نفسك يا كابتن أتوميك، أطالب بإعادة المواجهة إلا إذا كنت خائفا جدا. يبدو أن أحدهم قضى وقتا طويلا في السجن. قم بالترحيب بأتوميك بابت. ما هو الأتوميك بابت؟ بطل ميجا سيتي الجديد. هيا تعال إلى هنا. واو، يا لها من ضربة. ليس بهذه السرعة يا بابت. كل هذا من أجل مخلل ساذج؟ في الحقيقة أشعر أنني مسؤول جزئياً عن... جزئياً؟ لو أنني أمتلك ذاك الإناء لأعدتك إليه. لحظة، وجدتها. أجل، أهربوا أيها الجبناء، هيا. سأقتلك درساً عندما سأمسك بك يا بابت. عليك أن تمسك بنا أولاً. تم إغلاق الإناء بإحكام. هاي أيها الشرير، يبدو أنك في مأزق حقيقي. ذكي، لكنك نسيت أن بإمكاني فتح أي إناء من الداخل؟ ذلك مستحيل. ستندم على اليوم الذي عبثت فيه معي يا أتوميك بوبت. هذا ما يقوله الجميع. وقفة النصر. أين مخللاتي؟ لقد اقترضت من البنك لشرائها. هذا الإناء ممتلئ. أعرف أحد صانعي هذه الأواني وهو من أعطاني إياه. تم قبول مسح راحة اليد. لم يسعدني أحد في حياتي كما أسعدتني يا بني. وهل ستدعوني أتذوقها؟ تمهل ولا تسترق الأمور. مخللات لذيذة، جربها. لا شكرا لك، أقلعت عن المخلل للأبد. ما عدا واحدة. لا تقلقي، سنلتقي مرة أخرى يا عزيزتي.